بحبها فيكي هو ده هو ده قلبك واكتر حاجة شدتني ليكي هي دي هي دي طيبة قلبك. فما تحرش، فما بنات صغار قاعدين يغتصبوا فيهم، فما برشا بيدوفيلات وقاعدين يزيدوا، لذا البنات لازم يحلوا فيهمهم يتكلموا. الاساسياسيون ما نعرفش انا اي حركه تهتم بالمراه وبالموضوع هذا لازم تتحرك توعي تتكلم مع الناس، يا بارسا لازم العائلات ترد بالها. التحرش الجنسي كثر برشا في البلاد، كل مره نسمعوا هو ذيك تختصب بذيك، مره طفله صغيره عمرها 3 سنين اختصبوها. نعرفش معناتها نحبوا في بلادنا تونس ما عادش فما الحكايه هذه. احنا مانيش كونتر كون ان هوم اي اون فام سابريسي، مي لكل مقال مقام. معناتها كي انت في ديسكو ولا في بواتا ولا في سالون دو تي حاجه كيما هكا، نجم تمشي لها فيك بوكو دو ريسبي تقولها عجبتني كل شيء نجم نتعرفوا ولا. الوغ كو احنا اون مونتاليتي على الحيط، معناتها يل ريسبكتو ريان اي سورتو يل ريسبكتو با لا فام، يشوفوها حكايه نعرفش انا بدنكها. نعرفش اللي يمسك هكا اللي يجي زعما دزك ويمسك منا بون حكايه ما تجيش، لازم يوقفوها في بقعد ما يعاقبوا الوحدين اللي زطلوا، يجيو يعاقبوا اللي يتحرشوا بالبنات الصغار سورتو. سي با لوجيك والله، طفله تو في تونس ماش مامنه على روحها، معناتها فهمتني تنجم توقع كل شيء، تبدا ماشي في الكياس سورتو ما نعرفش اللي تفوت الوقت، ما نعرفش تستنى بوها يجي روتار في اي ظرف، ينجم يكون اي ظرف معناتها يؤدي ل معناتها يؤدي لها المصيبه اللي هي حكايه الاغتصاب. الطفله لازم هي تفرض الاحترام على العباد، سا ديبون انتي وتصرفاتها انتي وشخصيتها شنو، سا ديبون انتي وما نقولوش لابستها خاطر اللابسه اي طفله تلبس ميني تلبس عريان تلبس محترم تلبس ما نعرف شنو يسميوه هما. ما تحرش جنسي في تونس بفاسون غريبه زياده، تبدا ببراكاج معناها من الاول الحكايه، فكين تليفونات فكين بلالت حتى في المترو معناها يوميا الحكايه تصير. قله امن في تونس، ما كانش الشيء هذا يصير قبل، بالرغم معناها عندنا حاجات ناقصين، ما كانت فما استقرار معناها الطفله تنجم تمشي في الشارع في اي وقت في اي بلاصه سيكوريزي. الوغ لارسيلمون سيكسويل ان تونيزي depuis la révolution il y en a de plus en plus et il y a moins de moins de sécurité de moins en moins pardon de sécurité. Alors vous les gens qui font ça qui font le haram comme ça, inchallah ya rabbi vous le payez. Et si vous le payez pas sur terre vous le payerez en enfer. مش الناس الكل مثلا شويه هكا تظهر مقربعه مقربعه بسونس هكا ماهيش كيما العباد الكل عندها هكا فازات مش كيما الناس الكل تظهر هذيك كاينها هي شنو منحله محلوله ماهيش نورمال والديها مخلين لها كل شيء نعرفش عادي دونك يتغزر لها كوم سي هي ماهيش عامله ليميت في حد شيء من بليزيور كوتي. نحب نقول كلمه حاجه بركة تحترم روحها يحترموها العباد وهذيك هي معناتها لازم طفله تحترم روحها زاد. هي عيب على الاخر عاد ما عادش ينجم يدور على ريحته وما عادش تنجم تركب في مترو الا ما تلقى كرسي شنو تهبط خاطر تعرف باش تسيلك برشا حاجات خايبه برشا حاجات برشا حاجات درا كيفاش برشا بلاد يعرضك في الشارع ما يخلي ما يقلك معناها يسمعك وسخ وذنيك وهو جايبها معناها انت معجب بيك وفازيت الله غالب ما حتى تبزنيس ما يعرفوش يبزنس توا ولا موجود بكثره وليت حاجه تقلق للطفله برشا زايده وليت طفله تمشي في الشارع ما نعرفش انا عباره اول مره طفله يشوفوا معناها في تونس بالحق وليت حاجه تقلقنا على الاخر ما عادش واحد يعيش مرتاح معناها ولينا خايفين من كل شيء ده. واش حكيت ولا تصير في الموتوراج نتاعنا باغ اكزومبل انا ما نعرفش تبع طفله ماشيه واحد يبنس عليها واحد يمسها من بلاصه ما نعرفش انا كيفاش واحد باش حكايات الكل اقوقو تو سورتو بعد الثوره ولات كاتاستروف معناها الحكايه كان تعيب الطفله تدخل في يدها بك وما ميريت والبريكيه وتدخل له ديريكت كانت عندنا عيب في تونس جوفالي الحكايه هذا معناتها كثروا معناتها سورتو بعد الثوره علاش تلقى انت في الاوروب ناس تقام لابسين معناها نعرفش لا يخرجوا حتى بدي شورت بدي جوب ما يتقلقوش الوغ كنا لهنا تلقاها لابسه فوالي والكل
تلقاه يتمنك عليها سواء في المترو سواء في الكار سواء في الشارع. دونك المشكل ماهيش حكايه تعبد ولا حكايه هبسه، المشكل تقعد ديما لهنا، مشكله اسبري، مشكله مونتاليتي فريمون. يزلنا ريفولوشن مونتال ثوره فكريه من الاخر. معني نحب نقول حاجه صحيحه، وفما برشا بنات قاعدين يتحرشوا بهم ولاد وكل وما عندهم حتى حق في الموضوع، وبالعكس يعني حرام حتى قدام ربي وعيب. اما نحب نحكي على حاجه، انا بصراحه زيد فما برشا فتيات يتحرشوا بيا وتاع منها الحكايه، وعندي برشا اصحابي يعني ما حبوش يحكيوا. انا ما كنتش نضحك توجد باش نبكي منها الحكايه. مي بون نحب نقول راهو فما برشا بنات يتحرشوا بولاد على خاطر ما عندهم حد يحميهم، ويحبوا يمارسوا معنا برشا حاجات احنا نخافوا منها، وربي يبقى الستر. وبصراحه لازم تعاونونا المتحرشين سبا.